كيفية تسجيل الطلاب عبر نظام نور للعام الدراسي 1444 وفق شروط التعليم. تطلق وزارة التعليم السعودية اليوم الأحد الموافق 16 من رمضان 1443 هجرية المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب والطالبات عبر نظام نور للعام الدراسي القادم 1444 هجرية، حيث يمكن للطلاب المستجدين التسجيل إلكترونيا عن طريق حسابات أولياء الأمور، وذلك على أن يتم استكمال عملية التسجيل خلال الفترة القادمة عن طريق المدارس فور إكمال جميع البيانات الأولية المطلوبة. المرحلة الأولى للتسجيل في نظام نور للعام الدراسي 1444 سوف تبدأ المرحلة الأولى للتسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، وكذلك التسجيل في المدارس العالمية والأهلية والأجنبية، ويستمر التسجيل أمام الطلاب حتى 23 من شهر رمضان الجاري 1443 هجرية لمدارس التحفيظ، والسابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 أو عند تسديد الشواغر وانتهاء الموعد بالنسبة للمدارس الأجنبية والأهلية والعالمية. واشترطت وزارة التعليم السعودية على جميع الراغبين في التسجيل أن يكون الطالب قد أكمل 6 سنوات أو أقل باء 90 يوما كحد أدني، وحتى 11 عام و3 أشهر كحد أقصى. وسوف تبدأ المدارس اعتبارا من اليوم اجراء اول اختبارات في الفصل الدراسي الثالث لهذا العام 1443 هجرية، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم. كل التمنيات لجميع الطلاب بالتوفيق والسداد والنجاح في هذا العام. خطوات ورابط التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين. يمكنك الآن التقديم والتسجيل في عبر نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية. يجب الدخول أولا على الشاشة الرئيسية في موقع نور. ضرورة اختيار رابط التسجيل لولي الأمر. هنا يجب إدخال سجل ولي الأمر. ضرورة إدخال اسم المستخدم. على ولي الأمر أن يختار تسجيل طالب جديد. يجب إدخال رقم الهوية، الإقامة، صلة القرابة، تاريخ الميلاد. على ولي الأمر تحديد صف الطفل، ويكون ذلك بناء على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة. يجب إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال. ضرورة اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم. الإقرار والتعهد. كيفية تسجيل ولي أمر وطالب جديد عبر نظام نور.